الهدف من الأبواب المفتوحة اللي نظمتها وزارة العدل هي أولا إشراك المواطن، يعني كنظن كتعطيها الفرصة للولوج إلى المقر المركزي ديال الإدارة المركزية، اطلع على جميع المعلومات اللي عنده رغبة فيها أو هو بحاجة إليها، يعني يمكن له يولج لأي رواق من الأروقة ديال الإدارة المركزية يأخذ المعلومات اللي يبغاها، إلا كانت كافية فكان ذلك، ما كانتش كافية يمكن له الولوج مباشرة إلى مقر المديرية مكتبا قسما قسما مصلحة باش يأخذ جميع المعلومات اللي عنده رغبة فيها. بالنسبة للمقاربة النوع في وزارة العدل وبالنسبة لنا لاحظتوا الرواق ديالنا كيشمل مجموعة من الإحصائيات اللي كتبين هاد الفئة، دونك عندنا 49% من النساء، هذا تحقق تقريبا المناصفة بالنسبة لنا في الشق الخاص بالموظفين. فقط كنعتقد هذا كرأيي الشخصي هو أنه ما كاينش إقصاء المرأة، يعني المرأة اللي تحقق عندها كفاءات كيمكن لها تحقق ذاتها في القطاع وعندها كفاءات كتفرض راسها أولا بالنجاح في المباريات، كنلاحظوا هذه السنوات الأخيرة أن النسبة الكبيرة ديال الناجحين في المباريات تكون من النساء، هذا دليل على تفوقهن بطبيعة الحال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.